السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمية اللي بتعتمد على الخضروات، بتعتمد على الفاكهة وكمان البقوليات الأسماك، هذه الحمية مناسبة جدا أولا لمرضى السمنة، لأن الحمية فيها كمية كبيرة جدا من الخضروات والحبوب الكاملة اللي هي متمثلة في البقوليات، وفيها نسب عالية من الألياف ومؤشر السكري، معظم الأكل فيها قليل جدا، أقل من 50، علاوة على الدهون الصحية اللي موجودة فيها، زيت الزيتون اللي غني بمضادات الأكسدة وغني بالفيتامينات والأملاح المعدنية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وبعدين هذه الحمية فيها الأسماك اللي وصفها ربنا سبحانه وتعالى باللحم الطري. طيب الحمية دي لما نبص لها كده بشكل عام، هنلاقي ان الزيت اللي موجود فيها زيت نباتي ووحادة عديم التشبع، مونو انساتيوريتد فاتي اسيد، وبسيط. وبعدين عندنا الأحماض الدهنية اللي موجودة في الحبوب أيضا، كمان نسب الدهون المشبعة قليلة، وقلنا الدهون المشبعة هي دي لما نكسر منها تعمل لنا مشاكل بقى، الارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وتعمل تتسبب في تصلب الشرايين ومشاكل الدورة الدموية المزمنة، أو التهابات الأوعية، أو مشاكل أمراض القلب المزمنة. كل دي مشاكل بتسببها زيادة الدهون، خصوصا الدهون المشبعة في الوجبة. وبالتالي الوجبات اللي بتعتمد على الزيوت أو الدهون النباتية، خاصة زيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو، بس طبعا الأفوكادو غالي قوي، فخلونا في زيت الزيتون اللي هو في متناول الناس. وطبعا يا جماعة، الناس اللي بتشتكي ان زيت الزيتون البكر المعصور على البارد غالي، احنا بنستعمل كميات قليلة جدا بالنسبة للدهون، ما بنستعملش كميات كبيرة، والمفروض ان احنا نتعود ان احنا نطبخ بطريقة ما تستهلكش مننا كميات عالية من الدهون، لان ده في مصلحتنا وفي مصلحة صحتنا. كل ما بتقل الدهون كل ما بيكون الوضع افضل، لكن ما تقلش لدرجة ان الجسم يحتاج، ما الجسم برضو محتاج دهون، الدهون دي بتدخل في تكوين هرمونات مهمة جدا في الجسم، وكمان مهمة جدا لكل الخلايا بتاعت جسمنا. كل يوم بيموت ملايين الخلايا، مش ملايين، مليارات الخلايا، بيكون غيرها جديد، واللي بيكون ده ليها غشاء خلوي، والغشاء الخلوي ده بيكون ايضا من الاحماض الدهنية، فاحنا محتاجين الدهون. لازم ناخد الدهون الصحية، نركز فيها قوي، مهما كانت هي غالية فناخد منها كميات قليلة، لان احنا بالفعل بنحتاج كميات قليلة كده كده. بالنسبة للحبوب الكاملة، البقوليات فيها نسب من الدهون، لان الاكل ده موزون، ربنا سبحانه وتعالى قولوا: الارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. هي موزونة، يعني احنا حتى لما بناخد زيت الزيتون كده، هو ده احنا فصلناه عن الزيتونة نفسها اللي هي الثمرة، اللي هي كانت موزونة بالفعل كاملة، وهنا يعتبر يعني قريب من العنصرية، يعني مجموعة عناصر مع بعض، اللي هو الزيت اللي هي المادة الدهنية وشوية فيتامينات واملاح معدنية موجودة فيه، خلاص. فاحنا مش محتاجين الكلام ده. الاسماك ما هي فيها دهون، الدهون بتاعتها كل بالنسبة لي الدواجن، الاسماك، الالبان، البقوليات، الحبوب، كل دي فيها المادة الدهنية بتاعتها وموزونة. بالنسبة للخضروات طبعا ما فيهاش مادة دهنية، وده كويس جدا، لان احنا بنوازي بيها الوجبات بتاعتنا. طيب الوجبة دي كمان مناسبة لمين؟ يعني احنا دي مناسبة جدا لمرضى السكر، مناسبة جدا للناس اللي ضغط الدم بتاعهم عالي، مناسبة جدا للناس اللي عايزة تنقص وزنها، والناس اللي عايزة تنقص الوزن طبعا هتتفادى الأسماك الدهنية،
هتكسر من الخضروات وخاصة الخضروات الورقية عشان تاخد نسبة كبيرة جدا من الألياف، والخضروات الورقية دي كمان بتسد الشهية وبالتالي هتساهم في عملية إنقاص الوزن. هذه الحمية حمية بحر الأبيض المتوسط. أهل هذه المنطقة وجدوا أنهم لا يعانوا من كثير من الأمراض المنتشرة في الغرب اللي بيعتمد أكلهم على نسب عالية جدا من الدهون وعلى نسب كبيرة جدا من البروتين الحيواني اللي هي اللحوم. فإحنا لو التزمنا بالحمية دي، لو عندنا المشاكل اللي اتكلمنا عليها أو عندنا مشاكل في الميتابوليزم، سكري نوع الثاني مناسب جدا، او حد عنده زيادة في كوليسترول الدم، او عنده زيادة في الدهون الثلاثية، او عايز يتخلص من الوزن الزائد.